مرحبا بكم إلى حلقة جديدة من كشك الصحافة، نبدأها بالعناوين. الموقع بوست يحكي قصة بائعة متجولة تعمل في نهار رمضان لإعالة أسرتها. يمن مونيتور، سفينة إماراتية بحمولة مجهولة تصل ميناء سقطرى. الشرق الأوسط من أخبارنا المنوعة، صاروخ صيني خارج عن السيطرة يسقط على الأرض خلال أيام. على جراح عملياتها الخمس تحمل فوق ظهرها النحيل قوت فتياتها العشر بين أزقة المنازل، تسير أكثر من 3 كيلومترات كل يوم مشيا على قدميها بحثا عن لقمة العيش التي تأخذ معها آلاما وإهانات وابتسامات تخرج بها معا من منازل مدينة مأرب. أم فريد المنحدرة من محافظة ريمة، هكذا يصفها الموقع بوست، ويتابع بأنها بائعة متجولة تعمل نصف نهارها ونصفه الآخر تعمل عاملة بيع بأجر شهري ضئيل في محل تجاري للبخور في مأرب. في حديثها للموقع بوست تقول أم فريد: أعمل بكل طاقتي لإعالة أسرتي، أنا الوحيدة التي تعتمد عليها الأسرة في توفير احتياجات المنزل والمصاريف وليس لدينا معيل آخر. كفاح بجهد كبير وحمل ثقيل تكابده أم فريد، تقول إنها لن تستطيع التخلي عن أهلها وأطفالها رغم ثقل حملها وتتابع الدنيا، تحتاج صبرا وتحملا وجهادا من أجل لقمة العيش، ولا نخرج نمد أيدينا للناس. لكن ماذا إن توقفت أم فريد يوما واحدا عن العمل؟ تقول أم فريد: في حال ذلك فإنها في اليوم التالي سأذهب لاستلاف نفقات اليوم الذي مرضت فيه من الجيران أو مديرة العمل في المحل الذي أعمل فيه. قبل الحرب التي غيرت حياة الكثير من المواطنين اليمنيين، كانت أم فريد في موطنها الأصلي بمحافظة ريمة تعمل في رعي الأغنام والأبقار والعمل في الزراعة، وتشير إلى أنها كانت في راحة وخير كثير. لكن الحرب التي أجبرتها على النزوح مع زوجها وأطفالها إلى مأرب قلبت حياتها إلى معاناة مستمرة وحسرات كبيرة دون توقف. تفيد كل المؤشرات أن اليمن يشهد خواتم الحرب العبثية غير المباركة، وأن ما عجزت عنه الأمم المتحدة والمجتمع الدولي طيلة السنوات الماضية قد أصبح قريب المنال بعد ملامح التقارب السعودي الإيراني. زكريا الكمالي كتب مقاله المنشور في موقع العربي الجديد، ومما جاء في المقال: انتهت عمليا حرب اليمن رغم استمرار الاشتباكات في عدد من الجبهات والتي لا تخرج عن محاولات لحفظ ماء الوجه، قبل ترجمة خاتمة غير مباركة لحرب قبيحة أنهكت الأطراف الداخلية من دون استثناء وكشفت دورهم كأدوات مرتهنة. يتحدث الحوثيون أن مدينة مأرب أصبحت على مرمى رصاصة من ميليشياتهم. في المقابل تشدد الحكومة على بدء مرحلة جديدة ليس للدفاع عن مأرب ولكن لتحرير صنعاء والأطراف الشمالية للضالع وفك الحصار عن تعز، مع العلم أن جحافل الحوثيين التي تم الدفع بها إلى تخوم مأرب عجزت عن إحراز أي تحول نوعي في مسار المعركة، وبعد 90 يوماً لا تزال عناصر الميليشيات غارقة في رمال مأرب، وعجزت الشرعية أيضاً عن إدارة المعركة بجدارة طيلة السنوات الماضية رغم كل الإمكانيات المتاحة، حتى أن الدعوة إلى النفير العام التي انتظر اليمنيون أن يدعو رئيس الجمهورية لها صدرت من محافظ مأرب سلطان العرادة. يسيطر الإنهاك على أطراف النزاع في اليمن بعد أن فاقت خسائرهم البشرية خلال الأشهر الثلاثة الماضية ما تم تسجيله خلال 3 أعوام مضت، ويتمنون أن تنتهي الحرب اليوم قبل غد، لكن لا أحد يريد أن يظهر في موقع المهزوم، لذلك يلوحون بالتصعيد رغم إدراكهم جيداً أن مصيرهم لم يعد بأيديهم. وبعيداً عن الغزل السعودي بجماعة الحوثيين والتغني بعروبتهم أو النبرة الحوثية التي اعتبرت تصريحات ولي العهد السعودي محمد بن سلمان بأنها إيجابية، وسبق أن أوفدت طهران وزير خارجيتها ظريف إلى مسقط لتمهيد الأرضية
قبيل وصول وزير الخارجية السعودية فرحان، بالتزامن مع وصول المبعوثين الأمريكي تيم ليندر كينغ والأممي مارتن جريفيث وسفراء الدول الخمس الكبرى لدى اليمن. وعلى الرغم من كل المؤشرات الإيجابية الآتية من سلطنة عمان، هل سيوافق تجار الحرب على المسار السياسي أم سيواصلون مساعيهم لاغتيال الفرصة الكبرى للحل؟ والعمل على إطالة أمد الحرب كما جرت العادة هذا أمر متوقع، لكن من المؤكد أن لدى إيران القدرة على تحييد أدواتها بعد انتهاء مهمتهم بنجاح، وكذلك الحال مع السعودية. يتحدث موقع يمن مونيتور في تقرير خاص إن سفينة إماراتية وصلت إلى ميناء سقطرى، ويتابع إن سفينة إماراتية بحمولة مجهولة تصل إلى الميناء الرئيسي بجزيرة سقطرى بعد إقالة مدير الميناء واستبداله بآخر موال للإمارات. مصادر محلية قالت ليمن مونيتور إنه لأول مرة لا يعرف أبناء الجزيرة ما تحمله السفينة الواصلة للميناء وسط تكتم شديد، وأضافت بأنه تم تهميش وإقالة معظم الموظفين غير الموالين للإمارات بعد إقالة مدير الميناء السابق رياض سعيد الموالي للحكومة الشرعية. تأتي هذه السفينة بحسب يمن مونيتور بعد 10 أيام من زيارة وفد عسكري يتبع التحالف العربي ومسؤولين أجانب لسقطرى يرأسه المتحدث باسم التحالف تركي المالكي. يضيف الموقع بأن الإمارات باتت تتحكم في إمكانية الوصول البحري إلى جزيرة سقطرى، وأصبح بمقدور شحناتها العسكرية دخول مينائها دون اعتراضات، لكنها حالياً تضع نصب عينيها السيطرة على المجال الجوي للجزيرة الذي تستخدمه السعودية بشكل دوري حسب ما أفادت نشرة مخابراتية فرنسية. تحولت شوارع مدينة يريم شمال شرقي محافظة إب إلى مستنقعات أعاقت الحركة حركة السير، وشكلت كارثة تضاف إلى معاناة المواطنين في المحافظة الخاضعة لسيطرة ميليشيا الحوثي. مواطنون شكوا بحسب ما جاء في موقع المصدر أونلاين من المشاكل المتفاقمة جراء تكسر الإسفلت من شوارع المدينة وتشكل حفر كبيرة سببت معاناة للمواطنين والمسافرين لا سيما خلال موسم الصيف. يريم المدينة الحيوية يمر منها الطريق الحيوي صنعاء ذمار إب تعز، ومنها يتفرع الطريق الذي يتصل بمحافظات الضالع جنوبا، كما تعد ملتقى لمربع سكاني واسع يتكون من أكثر من 4 مديريات شمال وشرق محافظة إب. المواطن محمد الجابري قال للمصدر أونلاين إن شوارع مدينة يريم تحولت إلى مطب كبير أعاق حركة الناس، خصوصا مع هطول الأمطار وغياب أي دور للجهات المختصة. حاول مواطنون خلال اليومين الماضيين فتح الطرقات والتدخل المباشر، لكن جهودهم الذاتية لم تحل مشكلة المستنقعات التي شكلت عائقا كبيرا أمام حركة المواطنين. رفاقي كيف أنتم؟ تحت هذا العنوان كتب الصحفي المفرج عنه مؤخرا من سجون الحوثي هشام اليوسفي منشورا عبر صفحته بفيسبوك ومما جاء فيه. أخبرني يا حارث كيف يمر يومك؟ وهل ما زالت قدمك تؤلمك؟ وهل ما زال ذلك الدواء متوفرا؟ أتمنى أن يكون كذلك. وعن نور عينيك وماذا حل بهما منذ غادرناكم؟ وكيف مر الشتاء عليكم؟ وهل حصلتم على ملابس إضافية لتقيكم برد ذلك المكان؟ حارث، عانقتك عناق الوداع، رغما عنك كنت تقول لي لا داعي لذلك، سنتبعكم بعد لحظات. كنت تعيش على ذلك الأمل. توفيق، أجزم أنك لست بخير، هكذا يخبرني قلبي، فالإهمال الطبي كان سببا في تدهور وضعك الصحي. يا رفيقي، كنا نذكر بعضنا بمواعيد ضرب إبرة الروماتيزم، وكنا نشكو معا من تأخرها عن موعدها. هل ما زلت تعاني من ذلك؟ أجزم أنك تعاني. كيف هو طعامكم الآن؟ وهل ما زلتم تقتاتون الجوع؟ أتمنى ألا يكون ماء الفاصوليا هو سحوركم. أكرم، أقسم لو كان بإمكاني أن أفتديك بنفسي وتخرج أنت عوضا عني لما ترددت للحظة واحدة. السجن جحيم والسجانون مجرمون، وجسدك المنهك لم يعد يحتمل. أكرم، هل ما زال السجينان المختلان عقلياً يؤذونكم؟ وهل استطعتم التعايش معهما؟ وهل تمت إضافة آخرين
لزيادة بؤس سجنكم؟ صديقي، هل ما زلت تبتسم رغم كل شيء؟ وعن وضعك وحالك بلغني أنك لست بخير. أرجوك كن قوياً كما عهدتك. عبد الخالق، أثق أن لك قلباً قادراً على مواجهة كل جبروتهم وإرهابهم، لكن جسدك بخلاف قلبك. يا صديقي، أضناه السجن وأهلكته السنين. تعلمنا معاً كيف نكتب في الهواء وبدون أقلام، فهل ما زلت قادراً على الكتابة يا صديقي؟ رفاقي، مذ خرجت وفرحتي مذبوحة لأنكم ما زلتم هناك في عصر ما وراء الظلام. أراكم في كل لحظة تتسلل فيها الفرحة إلى قلبي، فأذكركم وأذكر حالكم. أراكم في الجدران والشوارع وفي وجوه أطفالكم وأقاربكم. أراكم في أحلامي وخيالاتي وأوهامي. أسمع نداءاتكم تخترق الأجواء وتصل إلى مسمعي. ضحكاتكم، دموعكم، آهاتكم ما تزال حاضرة معي، ولن تغيب حتى أراكم من جديد، وبخير وبعيداً عن تلك الجدران والزنازين الموحشة. أراكم الآن بين ثنايا هذه الكلمات التي أكتبها بحبر دموع عيناي التي تتوق لرؤيتكم من جديد. وباء كورونا كان ثقيلاً جداً على دولة الهند، الملايين أصيبوا وآلاف يموتون كل يوم، وإلى الآن لم تشهد الهند أي تراجع ولو طفيف في عدد المصابين والوفيات. صحيفة العربي الجديد وفي آخر تطورات وباء كورونا في الهند تذكر أن بيانات وزارة الصحة الهندية تحدثت عن أن العدد الإجمالي للإصابات بفيروس كورونا في البلاد تجاوز 20 مليونا بعد تسجيل 357,229 إصابة جديدة خلال الساعات 24 الماضية، في حين زادت 3,449 وفاة لتصل إلى 222,408 وفيات. وبذلك بحسب الصحيفة أصبحت الهند ثاني دولة في العالم بعد الولايات المتحدة تتخطى الإصابة فيها 20 مليون حالة. سجلت الهند 10 ملايين إصابة الأولى على مدى أكثر من 10 أشهر، فيما لم يستغرق الأمر سوى ما يزيد قليلاً عن 4 أشهر لتسجيل 10 ملايين إصابة الأخرى. عادة ما تثير أخبار المشاهير والمليارديرات الاهتمام، خاصة أخبار الملياردير الأشهر بيل غيتس، والذي قال عنه موقع شبكة بي بي سي إن بيل وميليندا غيتس أعلنا طلاقهما بعد 27 عاماً من الزواج، قائلين: لم نعد نعتقد أنه يمكننا أن نكبر معا بوصفنا زوجين. وأضاف الزوجان على تويتر: بعد قدر كبير من التفكير والكثير من العمل على علاقتنا اتخذنا قرارا بإنهاء زواجنا. الزوجان التقيا لأول مرة في الثمانينيات عندما انضمت ميليندا إلى شركة مايكروسوفت التي أسسها بيل وأنجبا 3 أبناء، كما يشتركان بإدارة مؤسسة بيل وميليندا غيتس. يعد بيل غيتس رابع أغنى شخص في العالم وفقا لمجرة فوربس، وتبلغ ثروته 124 مليار دولار، جنى أمواله من خلال شركة مايكروسوفت التي شارك في تأسيسها في السبعينيات، وهي أكبر شركة برمجيات في العالم. درس من الهند تحت هذا العنوان كتب عاصم منصور مقاله المنشور في جريدة الغد الأردنية، ومما جاء فيها: سيبقى يوم 14 من نيسان للعام الجاري محفوراً في ذاكرة الهند، ليس لأنه يمثل يوم الحج الهندوسي الشهير كومبا ميلا، وإنما لأنه كان بمثابة الشرارة التي أطلقت موجة تسونامي عاتية لجائحة كورونا، والتي عصفت بالهند وأغرقت مستشفياتها ومحارق الجثث بآلاف الموتى والإصابات، ولا يتوقع لها أن تتعافى من آثارها في وقت قريب. أتباع الديانة الهندوسية تسابقوا للغطس في نهر الجانج متجاهلين التحذيرات، فكانت النتيجة تسجيل أعداد غير مسبوقة لحالات كوفيد-19 تجاوزت 350,000 إصابة يومياً، وهي أعلى حصيلة إصابات سجلت في دولة منذ بدء الجائحة. تزامن هذا مع الإعلان عن اكتشاف سلالة جديدة متحورة للفيروس كانت كافية لإثارة الرعب في مختلف أنحاء العالم، وهذه السلالة سريعة الانتشار ويصاب بها من هم أصغر سناً بين فئة الشباب
وتتسم أعراضها بسرعة التطور. لم تكن أعداد الإصابات ولا الصور المرعبة التي تداولتها وسائل الإعلام من الهند هي التهديد الوحيد الذي جلبته هذه الموجة للعالم، بل اتخاذ الهند تدابير مشددة لمنع تصدير اللقاحات إلى العالم، خاصة النامية منها والتي كانت تعتمد عليها لتزويدها بملايين الجرعات. يحدث هذا في دولة عملاقة مثل الهند التي أخرجت للعالم من العلماء والخبراء أكثر من أي دولة أخرى، وتبوأ العديد من أبنائها قيادة كبرى الشركات العالمية، وهي الدولة التي كان ينظر إليها العالم كلاعب رئيسي في المعركة مع الفيروس من خلال قدرتها الهائلة على إنتاج الأدوية واللقاحات، وإذ بها نتيجة لسوء الإدارة وعن جهية السياسيين تتحول إلى دولة متلقية للمساعدات. وهذا درس لباقي الدول التي ستواجه نفس المصير إذا ما سارت على نفس الخطى. لقد كشفت هذه الجائحة عن أن العالم يعاني أزمة قيادة بالدرجة الأولى، حيث وسد الأمر في كثير من الدول إلى غير أهله، والذين صعدوا إلى سدة الحكم متكئين على خطاب شعبوي غرائزي لم يلبث أن تهاوى في مواجهة أول تحد أوصل العالم إلى الوضع الكارثي الذي نعيشه اليوم. تذكر صحيفة الشرق الأوسط أن هناك صاروخاً عائماً في الفضاء يمكن أن يسقط على الأرض بأي لحظة، يسبب خسائر بالممتلكات وربما الأرواح، وتضيف بأنه من المحتمل أن يسقط صاروخ صيني ضخم أطلق إلى الفضاء على الأرض أثناء عودته خلال الأيام المقبلة. صاروخ لونغ مارش 5B الذي يبلغ طوله 30 متراً ووزنه 21 طناً كان يحمل الكبسولة المركزية لبناء محطة الفضاء الجديدة التي تقوم الصين بتشييدها. أطلق الصاروخ إلى مدار أرضي منخفض وترك ليدور حول الأرض دون سيطرة. يقول الخبراء إن معظم الصواريخ لا تصل إلى السرعة التي من شأنها أن تأخذها إلى المدار الأرضي، وعادة ما تدخل الغلاف الجوي وتهبط في منطقة عودة معروفة. أما هذا الصاروخ الصيني فإنه يدور حول الأرض كل 90 دقيقة ويمر شمال نيويورك ومدريد وبكين وإلى أقصى الجنوب عند تشيلي وويلينغتون بنيوزيلندا، ومن المتوقع أن يسقط الصاروخ في أي مكان في هذا النطاق. مدينة هامبورغ الواقعة شمال ألمانيا بحسب موقع دي دبليو شهدت جريمة مروعة كانت ضحيتها سيدة مغربية في العقد الرابع تعرضت لهجوم بالسكين من قبل زوجها الذي اعتنق الإسلام حديثا ففارقت الحياة مباشرة. الزوج القاتل يعمل سائقا للشاحنات اعتدى على زوجته المغربية الجنسية بطعنة بسكين أردتها قتيلة. شرطة المدينة سارعت إلى مسرح الجريمة بعدما حصلت على مكالمات هاتفية، من بينها مكالمة من صديقة حميمة سابقة للمتهم الرئيسي قالت إن امرأة مقتولة متواجدة داخل شقة. وفقا للمعلومات المتوفرة فإن سائق الشاحنة أندرياس إسبي طعن زوجته زهور في عنقها ما تسبب في وفاتها. وأوضح المتحدث عن الشرطة فرويان أبينيزيت إنه ألقي القبض على المتهم الرئيسي داخل الشقة بعد مقاومة من قبله، كما تمت مصادرة العديد من السكاكين كأدلة جنائية. إلى غاية اللحظة لم تكشف عن دوافع الجريمة، فيما قال المتحدث عن شرطة هامبورغ إن التحريات بهذا الخصوص ستتطلب بعض الوقت، فيما صرح جارة الزوجين أنها تعرف الرجل كشخص هادئ جدا لكن زوجته التي ترتدي الحجاب لم نكن نراها أبدا. تعرضت شاحنة لنقل الأموال في جنوب إفريقيا لمحاولة سرقة وإطلاق نار، لكن سائقها أظهر هدوءا كبيرا وتعامل مع الموقف. نجح السائق بالسيطرة على السيارة أثناء تعرضها للهجوم بعد أن فتح لصوص النار عليها، وفقا لموقع فيديو نشر على وسائل التواصل الاجتماعي بحسب ما نشر موقع سبوتنيك عربي. Thank you.
معكم. في كولومبيا قتل نحو 20 شخصاً وأصيب أكثر من 800 بجروح في أعمال عنف خلال 5 أيام من التظاهرات التي خرجت احتجاجاً على مشروع إصلاح ضريبي قدمته الحكومة اليمينية في وقت قدم فيه وزير المال استقالته. نشاهد بعض صور المظاهرات الغاضبة والمنشورة في صحيفة القدس العربي. العديد من رسومات الكاريكاتير كما نشرتها مواقع وصحف اليوم، نتابع. بهذه المجموعة من الصور ورسوم الكاريكاتير نصل وإياكم إلى ختام حلقة اليوم، شكراً على المتابعة وإلى اللقاء.